عطية محمد البدري وشهرتها كريمة مختار. مواليد 16 يناير عام 1934، توفت 12 يناير عام 2017. متزوجة من المخرج الراحل نور الدمرداشي، ومعها من الأولاد أربعة: معتز وهبة وائل نور وأحمد. توفيت عن عمر نازل 82 عام بعد صراع مع المرض. محمد يحيى محمد إبراهيم مصطفى، هو شهرته يحيى الفخراني، ممثل وطبيب مصري، مواليد 7 إبريل عام 1945، العمر 78 عام. متزوج من السيدة لميس جابر، معه من الأولاد ثلاثة: شادي وطارق وأحمد. رانيا فريد شوقي، ممثلة مصرية، مواليد 28 مايو عام 1974، تزوجت ثلاث مرات من عاطف عوض ومصطفى فهمي وتامر الصراف. عندها من الأولاد فريدة وملك عاطف عوض. حسن مصطفى اسماعيل، ممثل مصري، مواليد 26 يونيو عام 1933، وتوفى 19 مايو عام 2015. اتوفى عن عمر نهزة 82 عام، وهو زوج الفنانة ميمي جمال، وله بنتين توأم نجلاء ونورة. مها أحمد شفيق أبو عوف، ممثلة مصرية، مواليد 28 نوفمبر عام 1956، وتوفي 6 يناير عام 2022. سبب الوفاة سرطان الرئة. توفيت عن عمر نازة 65 عام، كانت متزوجة من الراحل عمر خرشد وانفصلت عنه. ياسر محمد جلال أحمد توفيق، وشهرته ياسر جلال، مواليد 16 إبريل عام 1969، العمر 54 عام، متزوج من السيدة هبة عبد المنعم، ومعه من الأولاد اثنان: جدرية وجلال، وهو شقيق الفنان رامي جلال. نهال عمر، ممثلة مصرية، مولد 9 أكتوبر 1961، العمر 62 عام، متزوجة من مجدي الحسيني، ولديها من الأولاد ولد واحد ويدعى حسين. حسن عبد الحميد، ممثل مصري، تخرج من كلية الطب، مواليد 6 إبريل عام 1932، اتوفى 21 أكتوبر عام 2009، اتوفى عن عمر نازة 77 عام. انتصار عبد الباسط علي محمد، وشهرتها انتصار، مواليد 8 يناير عام 1971، العمر 52 عام، الأولاد ممدوح وشهيناس. عبد الغفور محمد عبد الجواد، وشهرته أشرف عبد الغفور، ممثل مصري، وهو نقيب الممثلين في السابق، مواليد 22 يونيو عام 1942، العمر 81 عام، معه من الأولاد ثلاث: الممثلة ريهام عبد الغفور وتامر وريم، متزوج من ابنة عمه. أنا أحمد زلفقار شيحة، ممثلة مصرية والأخت الصغرى للممثلة حلا شيحة ومايا شيحة، مواليد 25 ديسمبر 1985، العمر 38 عام. أسامة عباس، ممثل مصري، حاصل على لسانس حقوق، مواليد 22 سبتمبر 1939، العمر 83 عام، الزوجة نانسي، والأولاد أحمد ومحمد ورنا وعمر. منى جلال، ممثلة مصرية، مواليد 7 يناير 1972، العمر 51 عام، متزوجة من الفنان أحمد سلامة. فاروق نجيب، ممثل مصري، حاصل على لسانس آداب، مواليد 7 مارس عام 1940، وتوفى 21 يناير عام 2014، اتوفى عن عمر نازل 74 عام. أحمد فؤاد سليم علي، ممثل مصري، مواليد 2 يونيو عام 1957، العمر 66 عام، شارك في العديد من الأدوار الناجحة والمميزة. شيرين عادل، وشهرتها شيري عادل، ممثلة مصرية، درست في كلية التجارة قسم فرنسي، ممثلة مصرية، مواليد 19 إبريل عام 1988، العمر 35 عام، كانت متزوجة مرتين. فاروق توفيق صالح فلوكس، وشهرته فاروق فلوكس، حاصل على بكالوريوس هندسة، مواليد 11 فبراير عام 1937، العمر 86 عام، وهو والد الفنان أحمد فلوكس.
محمد سامح محمد السريتي وشهرته سامح السريتي، مولد 19 مارس 1951، العمر 72 عام، الزوج الفنانة الراحلة نادية فهمي، معه من الأولاد 2، ابتهال وآية سامح السريتي. إيناس النجار ممثلة تونسية ولدت في مدينة صفاقس، بدايتها في كليب للبهاء سلطان، شاركت في العديد من الأدوار الناجحة مثل ميدو مشاكل، مواليد 28 يونيو 1983. علاء زينهم ممثل مصري مواليد 30 يونيو عام 1950، اشتهر بأداء الأدوار الكوميدية، شارك في العديد من الأدوار الناجحة والمميزة. خالد محمود ممثل مصري مواليد 26 نوفمبر 1969، العمر 53 عام، شارك في العديد من الأدوار الناجحة والمميزة. أحمد عزمي ممثل مصري حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، مولد 14 سبتمبر عام 1978، العمر 44 عام، شارك في العديد من الأدوار الناجحة والمميزة. شادي نبيل خلف ممثل مصري، وهو ابن الشاعر نبيل خلف، مولد 13 أكتوبر 1977، العمر 45 عام، حكم عليه بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بعدة تهم، وهي التحرش وهتك العرض ومحاولة اغتصاب في 22 أكتوبر 2021. أحمد عطية ممثل مصري قام بالاشتراك في عدد من الأعمال الفنية، ومنها فيلم الديزل عام 2018، توفي 9 مايو عام 2016. سيد صادق ممثل مصري شارك في العديد من الأدوار، مواليد 18 يونيو عام 1945، العمر ما بين 77 عام ل 78 عام. مصطفى الشيمي ممثل مصري مولد 2 أغسطس عام 1944، توفى 23 فبراير عام 2019، اتوفى عن عمرنا هذا 75 عام. Thank you.